نائب وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجوه انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا لا لا، انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا، دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئه. وايه اللي تحت عين انت؟ عادي. لا، ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه يتنايل يدخل. Guess who؟ ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ داد كول داون، انا كنت بحوش عنه، الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخرس خالص. انا هنقلك من المدرسه دي، هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في 100 بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم، عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. اسمعي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو اللي خطوبه ولا قرايه فتح؟ ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقنا؟ ايوه ايوه مال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله. يلا نط يوم ان شاء الله. ادعي الله ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ يعني شرفني وانا يعني هقول؟ لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. وهني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا رمضان. شايفه يما؟ مالك يا مو شلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، زفه كمان زفه يما. كل ده وما قلتيش لحد. كان ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش عادي، دول امك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مره واحنا بنكتب الكتاب واللي بعديها مباشره لما يموت تيجي تلقى عليه نظره الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذه يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبه لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنه وانت في الحمام مرفوض. يعني مرفوض؟ ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سيدي استاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان. عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت، وانا شايفه زي الحرير كده. ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل انكتم. بنتي يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسل عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنتي يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو. عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني.
خلاص يا رمضان ما تحبكش امال، نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه ويا ريت جهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليله دي سيبنا كل واحد فيه ونسى كل الدنيا تغمض. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا ياما نمشي في البيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك ومالي؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسة بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضة نومها، اقسم بالله العظيم من اوضة نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب ليها على الصورة نويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليناني بكرة يا حاج سليمان. فضحتني قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كرسي انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من ميت بدر حلاوه. ايوه اه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده، موف ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت ذاتس ات. Take it easy, I hoist. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظ. الا مؤاخذه انت احسن من اي ناظر. وانا ام ادوار فضلعت اول تختي. لا 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 هو سي ان ذا باك. ايه ده؟ ان ذا باك. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوسم بالهنا والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشوب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food. يعني في حاجة. لا ده انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على الصفطه والعجلات. الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب نادرين علي يا رب، لكن دابح ارنب مفرقع على البلد كله بس عطرني فيه. Pasando un geo pa' correr la loquilla. Loquilla, en una esquina te tengo guía. Hay que pulirte pa' hacer la brilla. Esta putona te voy a ensillar, me voy a guía. Ponte mi cabilla, en una esquina.
النبي هو ارقص يا اخويا من الواد ده يا عوضيه يا عم بالنسبه لك جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان اما اسالك من قطرود مش من راحه ايوه يا اخويا ارقص ايوه الدلع عايزك تفرح الايام اللي جايه سودة عليك سودة ايوه هات هات يا اخويا هات ثاني هخليك الفت انزل واطلع انزل واطلع يا اخويا فرحني انبسط انبسط ايه يا اخويا اللي في ودنك دي لابس حلقه يا ولد الايبود الايبود ده اه والايبود ده هو اللي بيرقصك كده لا انا بسمع مزيكا بتسمع مزيكا لا اسمع يا اخويا بص بقى انا هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص اه اسمع كده ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا واحنا كلنا خدامينه في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا رمزي باشا بيلعب سكواش عندكم ملاعب سكواش ينوجد الكسو نجيبه هو احنا مش كان عندنا كسواش رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي يا فندم احنا نعياله ايوه معالي الوزير انا في المدرسه مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دست جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره ايه ده زلزال يا انا بتجري ليه كده استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد انهي واد يا نهار اسود استاذ رمضان الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان ده هيقفلنا المدرسه انت بتضحك عليه يا نهار مش بايت عليا وعلى خدين اوعى انت يا رمضان اوعى بس يا ولد انك نوح انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل اعربي يا ألفت اعربي يا ألفت اللي بتمشي هتيرع بالعربية وتخبطي في الناس اعربي يا ألا لم أداة جزم كمل يستطيعه فيرب مدرمة يستطيع ايه يا أخويا فيرب فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد يا ألا بس الفعل بقى فيرب الولد الباشا بيتضرب اكسروا الباب عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه انت يا جزمه يا ابن الجزم يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي ايه اللي بتنيله ده يا رمضان فك الواله ابوس ايدك فك الواله لا يا اخويا مش هفك الواله الواله ده هيتمد على رجليه ده قلبني في الدرع انت مش عارف الواله ده ابن مين هيكون ابن مين يعني ابن وزير التربيه والتعليم ايوه ابن وزير التربيه والتعليم اخويا انت مسكت في الكلمه قوي خليه ابن وزير الراي